حطني رقم واحد في الهجاصين. للتاريخ، المنتخب المغربي بيتفوق على كندا بعد ما تفوق على بلجيكا وكرواتيا وتعادل مع بلجيكا وكسب، تعادل مع كرواتيا وكسب بلجيكا، والنهارده بيكسب كندا عشان يصعد كأول للمجموعه، في مجموعه الناس كتيره قالت لك ان المغرب فرصها فيها صعبه نظرا ان معاها المصنف الثالث عالميا المنتخب البلجيكي ووصيف كاس العالم 2018 منتخب كرواتيا، ولكن المنتخب المغربي بيسكت كل الناس وتفوق على بلجيكا وكرواتيا وكندا وبيصعد كأول للمجموعه في حاجة للتاريخ، وتقريبا يعني لحد ذاكرتي ما حصلتش قبل كده ان منتخب عربي يتصدر مجموعة في كاس العالم ويصعد بيها. ولكن قبل ما اخش في اي حاجة، انزل اعمل لايك لو ما شفنا مش تفك القناة وفعل الجرس، ويلا بينا نتكلم على المنتخب المغربي والمنتخب الكندي. لازم في البداية نشكر او نحط الضوء او نسلط الضوء على وليد الركراكي في مجمل بطولة كاس العالم السنة دي، وهي بطولة المدربين، بطولة مدربين بيشتغلوا في التكتيك كويس جدا، مدربين بيحفظوا الجمل كويس جدا، مدربين قادرين يبقوا منظمين دفاعيا ومنظمين هجوميا ومنظمين تكتيكيا. الكلام ده كله ينطبق على المنتخب المغربي. وليد الركراكي قدر يخلي المنتخب المغربي قادر على مجاراة الفرق الكبيرة سواء بلجيكا او كرواتيا او كندا، فرق سريعة، فرق رتمها سريع، فرق ممكن تكون على الورق أتقل من المنتخب المغربي، ولكن المنتخب المغربي بدماغ وليد الركراكي وبأقدام لاعبيه قدروا إنهم يتفوقوا على المنتخبات دي. أكاد أجزم وهتقول لي أنت ببالغ، ولكن أكاد أجزم إن المنتخب المغربي هو تاني منتخب منظم تكتيكيا بعد المنتخب الأسباني. منتخب عارف يقف إزاي، بيقف صح، بيعرف ينظم نفسه صح، سواء دفاعيا هجوميا على مستوى الحيازة على مستوى فقد الكرة على مستوى الضغط على مستوى كل شيء. بنشوف المنتخب المغربي تحت قيادة وليد الركراكي افضل بكتير من وحيد خليلزيتش، افضل بكتير سواء نفسيا معنويا بدنيا تكتيكيا كل شيء. وليد الركراكي مدرب تقيل، مدرب وكأنه متمرس في المونديال، لكنك شايف وليد الركراكي ده بقاله مثلا مونديالين ثلاثة بيدرب المنتخب المغربي ومتمرس عارف يتعامل ازاي، مش كانه بقى له 3 4 شهور بس مع المنتخب المغربي. يعني اللي عايز اقوله لك ان وليد الركراكي لو انت بتتفرج على الحلقه ومش عارف وليد الركراكي مسك المنتخب المغربي امتى، هو تقريبا من 3 4 شهور، يعني من 3 4 شهور مسك المغرب بقى بطريقه يتعرف على اللعيبه ويحط التكتيك ويحط الكلام ده كله. ولكن بتفرج عليه النهارده في كاس العالم في قطر وكان وليد الركراكي بقى له سنين وسنين مع المنتخب المغربي، قادر يخلي المنتخب متطور، منتخب قادر يقف على رجله قدام فرق كبيره. بلجيكا مش قليله على اي نعم هي مستواها مزري وخرجت من الدور الاول السنه دي من دور المجموعات مع انها كانت مفروض من المرشحين لللقب، ولكن بتخرج بخروج مبكر. المنتخب الكرواتي على قد كبر سنه ولكن عنده اللاعبين اللي تصنع الفارق، قدرت تبقى تكتيكيا منظم جدا قدام كرواتيا وتخطف التعادل، وفي مباراه المنتخب البلجيكي قدرت تكون منظم برضه تكتيكيا وتتفوق عليه وتفوز. وليد الركراكي مدرب كبير. لكن تعالى اكلمك على مباراه النهارده بالاخص، مباراه كندا. المنتخب المغربي داخل من اول دقيقه في المباراه وهو عارف ان لو كسب المباراه او قدر يسجل هدف كل شيء هيبقى بايده هو. المنتخب المغربي ما استناش ان هو يستنى بقى الهديه من كرواتيا ولا بلجيكا ولا قاعد مستني يشوف نتيجه الماتش الثاني، لا انا داخل الماتش انا اللي هكسب بايديا، انا اللي قادر على الفوز والصعود، مش بس تاني مش الصعود بس، لا انا الصعود وصعود اول مجموعه كمان. بتكسب منتخب الكندي وتتفوق عليه وتكتيكيا النهارده المنتخب المغربي عجبني جدا. انت داخل مباراه بتلعب منتخب سريع، منتخب شاب، منتخب مش بقى على حاجه، دي الخوف كله، انت تلعب فريق او تلعب منتخب مش بقى على حاجه، خرج من البطوله او خرج من المباراه خلاص هو مش بقى على حاجه، فبيلعب بقى الايه لاجل المتعه، فانا هضغط وهجري وهاجم وكل الكلام ده. فالمنتخب المغربي قدر يتعامل مع الشكل ده، قدر يتعامل مع الشكل ده ازاي؟ هقول لك ازاي. المنتخب المغربي في بدايه المباراه كان منظم جدا وعارف يلعب والكره معاه في الحيازه، في مرحله الحيازه قادر يلعب سواء في بناء اللعب سواء في التدرج سواء في خلق الفرصه وسواء في الفرصه او في التهديف، في 5 مراحل قدر يبقى مميز فيها جدا جدا جدا. بعد كده بعد اول ربع ساعه في المباراه بعد الجول الاول بالاخص للمنتخب المغربي او الجول الثاني، ابتدى المنتخب المغربي او لا بعد الجول الاول ابتدى المنتخب المغربي يتراجع نوعا ما شويه، مش يتراجع عشان هو مش قادر يجاري كندا، لكن لا بيقسم المباراه. وليد الركراكي المنظم المميز فيه ان هو بيقدر يقسم المباراه صح، فقدر يقسم المباراه وهدي كده لا المنتخب الكندي بيضغط عليه، ولما ضغط على المنتخب الكندي ضغط على المنتخب الكندي ضغط على المنتخب المغربي، فبالتالي المنتخب المغربي نوعا ما اتاثر ان هو مش عارف يلعب الكوره من تحت لفوق، هو مش عارف يعمل مرحله البناء، بناء اللعب ومرحله التدرج وكل الكلام ده. ليه؟ لان نوعا ما مرابط ما كانش عارف يطلع بالكوره تحت ضغط، فكان حاول الصبيري نزل علشان يساعده في بناء اللعب ويساعده في التدرج، ولكن برضه الصبيري اتراقب وبقى الاثنين المفروض يطلعوا بيك بالكوره متراقبين سواء مرابط او حتى الصبيري، فبالتالي المنتخب المغربي كان لازم يلجا لحل ثاني. الحل الثاني اللي كان بيلجا له
المنتخب المغربي هي الاطراف، سواء على مستوى اشرف حكيمي او نصير مزراوي، الاثنين كان بيتلعب عليهم بتطلع الكوره من عندهم. ازاي؟ منتخب الكندي لما ضغط عالي على المنتخب المغربي وابتدى يرفع البلوك بتاعه ويرفع الدفاع ويلعب دفاع متقدم ويضغط ضغط عالي على المغرب، المنتخب المغربي قبله بشبح وهو يوسف النصيري. ودي بقى الحته بتاعت يوسف النصير اللي مخليه يبدا اساسي، هي السرعه، اللياقه البدنيه العاليه، وان هو قدام الجون بيكسر الكوره بيخلص. وده اللي بان النهارده في اول كوره لاشرف حكيمي في الكوره، اسيست بامتياز، اسيست بامتياز اشرف حكيمي من عند جون تقريبا المغرب، بيلف الكوره ليوسف النصير في خلف دفاع المنتخب الكندي، يوسف النصير بيروح وبيكمل بسرعته بيحطها في الدقيقه والجون الثاني للمنتخب المغربي، وخلاص المغرب بعد الجون الثاني ارتاح جدا جدا جدا. انا مش عايز حاجه ثاني من الماتش، مش عايز حاجه ثاني، والهرهك نفسي بدنيا، ولا اخش معاك في صراعات بدنيه، ولا انا تخبيط وترزيع وحد من عندي يطلع مصاب، لا انا مرتاح جدا كده، خلاص امسك الكوره انت، العب كوره انت. وفي ظل حتى المنتخب المغربي وكندا ماسكه كوره، الهجمات المرتده كانت خطيره. هو الشوط الثاني المنتخب المغربي ما قدمش نفس الشكل بتاع الشوط الاول، ولكن خلاص هو مش محتاج حاجه، وكسبان 2-0، وحتى ال 2-1 هو وكان المنتخب المغربي موعود بالجون الذاتي في كاس العالم. في 98 يوسف شيبو بيجيب جون في نفسه في مباراه النرويج، وفي 2018 بوحدوس بيجيب جون في نفسه في ايران وبيخسر، ولكن النهارده نايف اقرب بيجيب جون في نفسه، لكن الحمد لله المنتخب المغربي بيقدر يكسب ويتفوق ويطلع اول مجموعه. مستنيين بقى نشوف المنتخب المغربي ده في دور ال 16. انا حاسس وانا متوقع ان المنتخب المغربي بالسكواد ده باللعيبه دي بالمدرب ده هيقدر يجاري كبار اوروبا، سواء المنتخب الاسباني او المنتخب الالماني، ولو ان المنتخب الاسباني الاقرب انه يطلع كاول للمجموعه. ده اللي كان مخليني قاعد عايز المنتخب المغربي يكسب علشان يصعد كاول المجموعه، عشان يتفادى نوعا ما اسبانيا، يقابل بقى المانيا، يقابل اليابان، هيعرف يلعب الفرق دي سواء المنتخب الالماني او المنتخب الياباني. المنتخب المغربي شرفنا زي ما تونس شرفتنا والسعوديه شرفتنا، لكن شرفتنا وخرجت من البطوله، لا المنتخب المغربي شرفنا وابدع وامتع ادائيا ونتيجه وفرديا وكل شيء. بنشوف حكيم زياش بيقدم مونديال عالمي، بقالي كتير او عمري ما شفت حكيم زياش مع منتخب المغرب بنفس النسخه اللي شايفها دلوقتي. قدم مسؤوليه، بيقف على الكره كويس، بيعرف يطلع الفريق، بيعرف يشد الفريق اللي قدام، لو الفريق مثلا مضغوط لو الكره بتجيله بيعرف يشد الفريق اللي قدام. قراراته بقت احسن من بعد من مباراه كرواتيا، مباراه كرواتيا كان اشرف كان حكيم زياش قراراته سيئه جدا، اتحسن في مباراه بلجيكا واتحسن في مباراه كندا. والمميز ان المنتخب المغربي مستواه في تصاعد، بدا مباراه كرواتيا نوعا ما كويس، مباراة بلجيكا كان ممتاز، ومباراة كندا كان جبار. اتمنى المستوى يفضل يعلى 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 لحد ان شاء الله ما نشوف منتخب مغربي بيعمل مفاجأة، وانا متوقع ان المنتخب المغربي يوصل لابعد من دور 16 ان شاء الله لو قابل منتخب يقدر يجاي. مبروك لكل جمهور المغاربة، قلبنا معاكم، بنشجعكم معاكم دايما وفي ظهركم بعد ما خلاص المنتخب السعودي خرج والمنتخب التونسي والمنتخب القطري، ما بقلناش في البطولة غير منتخب المغربي، وان شاء الله يشرفنا اكتر من كده بكتير ويوصل لاعلى من دور 16 كمان باذن واحد احد. مبروك لكل جمهور المغرب، مبروك لمدرب المغرب وليد الاكراكي، مبروك للاعبين، مبروك لكل الناس. في الاخر ده كان راي شخص واحد ورايي انا في مباراه المنتخب المغربي والمنتخب الاسباني. قول رايك انت في الحلقه وفي الكومنت وفي المباراه وفي الكومنتس، وقول لي كمان توقعاتك، هل المنتخب المغربي بالسكواد والمدرب ده قادرين ان هم يروحوا ابعد من دور ال 16 ولا اخرهم دور ال 16 ويطلعوا؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، لو ما شفتني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقات اهود المونديال وحلقات مباراه المنتخب المغربي تجي لك اول ما تنزل على طول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستغرام، هتلاقي الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك، التويت على تويتر، وكان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.